نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً سلط الضوء على تقدم مصر 100 مركز في الترتيب العالمي لمؤشر جودة الطرق، محتلة المركز 18 عالمياً خلال 10 سنوات بفضل المشروع القومي للطرق. وأوضح التقرير أن إجمالي الطرق المستهدف تنفيذها ضمن المشروع القومي للطرق بلغت 7000 كيلومتر، تم تنفيذ 6300 كيلومتر منها بتكلفة تصل إلى 155 مليار جنيه، ما سيؤدي إلى زيادة أطوال الطرق الرئيسية بنسبة 29.8% لتبلغ 30.5 كيلومتر بنهاية عام 2024.